كده احنا كمستوى منتخب من بداية مشاركتنا لحد دلوقتي نقدر نقيم وبمنتهى الصراحة نفسنا ازاي؟ والله انا شايف ان الحمد لله المنتخب بدأ بدايته تدريجية، بداية موفقة طبعا، بغض النظر ان ماتش السويد هو بس اللي كان الشوط الثاني كان فيه حبة اخطاء، والحمد لله قدرنا نعالجها وظهرت في الماتشين اللي بعديهم اللي هو روسيا وبيلاروسيا، والحمد لله كان المباراة كانت ماشية بشكل كويس وكان السكور عالي. ماتش سلوفينيا كانت البداية، انا شايف من وجهة نظري ان هو في سنة قلق، ماتش مهم، ماتش ليه اهمية كبيرة ان انا لازم ابقى موجود من ضمن الثمانية، والحمد لله اللي احنا حققناها. طبعا بغض النظر عن اللي كانت بداية المباراة ما كانتش موفقة بالنسبة للاعبين الشوط الاولاني بالظبط، بس الحمد لله ان المدرب ما بين الشوطين بدا ان هو يتكلم وبدا يصلح الاخطاء، المنتخب بدا يسترجع تاني قوته. مجرد بدايه اول 5 دقائق في الدقيقه 5 من الشوط الثاني منتخب مصر عمل تغييره سريع مش وقوي. طبيعي يعني، هو تحول 360 درجه، والحمد لله ان احنا قدرنا نسيطر على المباراه وظهرت النتيجه. طبعا الحمد لله احنا بالنسبه ان هو كان مكسب او تعادل احنا كده كده كنا هنبقى تاني مجموعه، فانا شايف ان المنتخب بصراحه ما قصرش وادى دوره، وان شاء الله المباراه القادمه يعني نقدر، وما فيش حاجه اسمها مستحيل نقدر نوصل لها ان شاء الله. ما قصرش، فهو الحقيقه الشباب ده عاملين شغل زي الفل كما هو متوقع منهم، ويتناسب مع امكانياتهم، لان احنا عندنا منتخب فعلا قوي جدا على الصعيد العالمي فيما يتعلق بعالم كره اليد. عايز اسالك على الى اي درجه استفادت كره اليد المصريه ومنتخبها، منتخب مصر يعني لكره اليد، من وجود عناصر من اللعيبه المصريين محترفين في الدوريات الاوروبيه؟ بالظبط. طبعا احنا الحمد لله ان الفتره الاخيره دي ان بدا الاحتراف يبقى موجود، بدا ان احنا عندنا مجموعه لعيبه انها تقدر تسافر وتحترف ويبقوا من نجوم العالم موجودين في الدوريات المختلفه بره. دي طبعا حاجه كويسه بالنسبه لنا ان هي بتاخد، ودي ظهرت عليهم في الملعب، زي محمد سند ما شاء الله عليه ماشي بطريقه هايله جدا، قدر ان هو يوصل للعالميه. انا دي من وجهه نظري ان هو بقى عنده خبرات، كم الخبرات ان انا بقول لا انا معايا لعيب اوروبي في الملعب، بلس ان هو دلوقتي معاه احمد هشام لسه ولد مواليد 2000 لسه منتخب الشباب، ان هو يبقى يعني بالشكل ده وبالحجم اللي هو موجود فيه وهو لسه سنه صغير، وان هو يبقى موجود في فريق كبير في الدوري الفرنسي وان هو يبان بالشكل ده، انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا. عندنا ممدوح هاشم، عندنا يحيى خالد، عندنا علي زين، انا شايف ان في مجموعه كبيره، وكريم هنداوي والطيار، شايف بصراحه ان المجموعه كلها، انا شايف ان هي مجموعه متكامله طبعا، بلس الخبره اللي موجوده احمد الاحمر اسطوره من الاساطير اللي موجوده في الهاندبول، قدر ان احنا نخلي شكل المنتخب، انا من وجهه نظري ان هم عناصر كويسه جدا، وان شاء الله الفترات الجايه والبطولات الجايه ان شاء الله هيبقى منتخب بتاعنا ان شاء الله من ضمن الاربعه.